يلا اجيك ولا شو؟ اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم في برنامجكم في الزاوية 90 اللي بيجيكم مني انا فراس القدومي بالشراكة مع قناتنا وقناتكم في رصيفة الاولى دائما والايجابية دائما في كل اخبارها وكل برامجها رصيفة 24 بقيادة المايسترو الاستاذ غالب الجبالي ومصورنا ومبدعنا عدي الجبالي. اول شيء الله يعطيكم العافيه اخونا اخوكم فراس القدومي. راح نحكي اليوم بشكل عام عن الدوري الاسباني والدوري الانجليزي، اهم نقاط فيه اللي صارت. طبعا مع الدوري الاسباني شاهدنا امبارح تعادل برشلونه، برشلونه اعاد الدوري الاسباني لانه يصير في منافسه واعطى مدريد عمر في الدوري الاسباني، فرق 6 نقاط مش كثير بحكم انه برشلونه جاي 3 مباريات مهمات الاسبوع القادم، بلد الوليد اشبيليا مدريد. إذا أنت بتلعب في 3 مباريات قاعد قويات، هون الـ3 مباريات هذول ممكن يحسمن لك اللقب، ممكن يرجع مدريد على الواجهة. فإنه مدريد بفوز على أتلتيكو مدريد أول أمس كان بكثير يعني مقنع، مدريد مع سولاري إشي خيالي بصراحة، قدر يوفق إنه رغم إنه عنده لعيبة مصابين، رغم إنه عنده لعيبة هابط مستواها أمثال مارسيلو، كارفاخال، مودريتش، حتى كروس، لكن قدر انه في الاسماء الثانيه الموجوده عنده الشباب الجديده والصاعده انه يوفق في الملعب بينهم وبين الـ نتائج المباريات ويجيب حق نتائج كويسه. تعادل في الكلاسيكو اخر المباراه قبل الاخيره في نصف ذهاب نصف نهائي الكاس، واول امس فاز على اتلتيكو مدريد، الثاني اخذ منه المركز الثاني وصار مدريد فرق نقطه عن اتلتيكو مدريد في المركز الثاني. نقدر نحكي انه حتى انه قدر يطور من اسلوب فينيسيوس جونيور ويكون فينيسيوس هو إشي مبدع في الملعب وإشي خلاق مع المبدع بصراحة واللاعب المظلوم إعلاميا وما حدا أعتقد في العالم بيشيد فيه أو دائما بتفرج على هفواته أكثر من إيجابياته، اللي هو اللاعب كريم بنزيما اللي قاعد بيقدم شغل كثير كويس، اللي بيضحي بحاله بيضحي بنفسه لأجل اللاعبين وأجل فريقه. نقدر نقول هنا أنه إيسكو خارج خطط سولاري، إيسكو أعتقد الموسم القادم خارج خطط ريال مدريد في ظل هاي الـ الـ الأمور اللي بتصير قاعدة والحركات اللي بتصير تكتيكية في الملعب. إيسكو ما له أي مكان في برش في سوري في مدريد. ليش؟ لأنه إيسكو بيعتبروه لاعب بطيء في إنه في سرعة في إنه يعني تحويل الكرة، كثير بحافظ الكرة بإجره، كثير بتضل الطاب بإجره. سولاري وريال مدريد بيلعبوا بطريقة إنه تسريع اللعب، تخليص الكرة بأسرع وقت ممكن للثلث الهجومي تكون موجودة. هذا اللي لاحظناه حتى أمام برشلونة في ذهاب نصف النهائي وقدام أتلتيكو مدريد. خلي الفريق يستحوذ على نص الملعب مرات الفريق المقابلي، خليه يكون مسيطر، لكن أنا بقدر أفوت وأقدر في هجمة هجمتين مرتدات أضرب المباراة. طبعا برجع بقول انه ايسكو راح يكون اعتقد انا برايي شخصي خارج خطط ريال مدريد الموسم الجاي، حاليا ما بيشارك ما بيلعبوه، واذا لعبوه بيلعب اخر المباراه يعني زي ما بقولوها تحصيل حاصل او لقتل المباراه فقط. ممكن نقول انه كمان حتى جارث بيل يعني ما بنقدر نقول عاد لمستواه، لكن جارث بيل برضه مش نفس طموحات مدريد، ولد صغير زي فينيسيوس ماخذ مكانه وماخذ مركزه. برشلونه فالفيردي مشكلته مشكله كبيره يعني بصراحه، اللي هي ما بتلاقيه انه مدرب خلاق، يعني بيحافظ على نفس النقطه اللي هو فيها فقط، ما بيعطي اي شيء ثاني، ما بعطي مثلا انه فريقي مثلا متاخر بالنتيجه، فريقي مش قادر يجيب اهداف، فريقي ما بتلاقي يعني ببدل تبديل هيك صارخ في الملعب انه يعمل شيء جديد. تبديل مكان تبديل، بريح فيدال بنزل كوتينيو، بريح كوتينيو بنزل فيدال، بريح فيدال بنزل الينا. فهي النقطه، اصابه ارثر راح تضرب بصراحه، راح تضرب برشلونه كثير، راح تاثر على برشلونه كثير، الا اذا قدر فالفيردي يعني يتعامل مع الموضوع. لكن بصراحه في ارثر وجوده في الملعب كان برشلونه افضل يلعب، وسط برشلونه كان كثير جيد، بحافظ على الكره اكثر، بيسيطر على المباراه اكثر. هنا هاي النقاط كانت كثير مؤثره. اشتيجن في مباراه الامس كان خيالي بصراحه، هو اللي جاب المباراه او النقاط او النقطه الوحيده اللي قدر يطلع فيها برشلونه، هو اللي جابها تير شتيجن، بتصدياته الخياليه باسلوبه اللي دائما لما الفريق يحتاجه بلاقيه. ميسي بعتقد لسه متجهز 100%، ما رجع للياقه المطلوبه بعد اصاباته. دخلنا باسبوع حسم تقريبا او شهر حسم راح يكون على الفريقين ريال مدريد وبرشلونه. دوري الابطال من بكره راح يبلش، مدريد مع اياكس، برشلونه مع ليون الاسبوع الجاي، فراح يكون انه اسبوع بصراحه او شهر كثير قوي عليهم، وبتمنى انه يقدموا مستوى كويس في الابطال وفي الدوري عشان نشاهد متعه وقوه من الفريقين كما تعودنا عليهم. اول شيء بننتقل ثاني شيء سوري بننتقل للدوري الانجليزي، ل يعني مش عارف احكيها
سقوط يعني للهاوية، سقوط تشيلسي 6-0 من فريق مانشستر سيتي بيب غوارديولا بصراحة مدرب عالمي، بتسجل في تاريخه ريكورد جديد انه اول فريق بيقدر يغلب تشيلسي بنتيجة 6-0، اعلى نتيجة في البريمير ليج في تاريخ مشوار تشيلسي. تشيلسي فريق مش سهل، مدرب مش سهل، ساري، لاعبين امثال كانتي، ديفيد لويس، الونسو، هازارد، بتحكي انت عن لاعبين بمستوى عالي، لكن بتخبط قاعد هذا الموسم، مش قادر ساري يوفق بينه وبين اللعيبه في الاسلوب اللي بده اياه. في مشكله هنا، يا اما اللعيبه مش فاهمه على ساري او مش مطابقه لاسلوب ساري، يا اما ساري مش فاهم على اللعيبه شو بدها او شو الاسلوب اللعيبه اللي عنده بتعرف تعمل. هاي نقطه بصراحه انا بلاحظها على تشيلسي من اول البطوله، متخبط المستوى مع ساري. ممكن نشوف اقاله لساري بعد النتيجه الفضيحه اللي صارت بالامس، لكن السيتي بصراحه يعني كان مباراه الامس بكامل قواه. اول شيء توزيع في الملعب، تحركاته، عدم تمركز في يعني اللاعب ما بيلعب في مركزه بس وخلص ما له دخل بالباقي، لا بتمركز في كل الاماكن، بتلاقيه في كل الاماكن. صعود في مستوى اللعيبه، يعني امبارح حتى دي بروين اللي راجع من الاصابه ملوش فتره طويله ادى بشكل ممتاز، ستيرلينج، اغلب اللاعبين كانوا في مستواهم. المتالق والمتوهج واللي بسجل على الفرق الكبيره واللي رجع لصداره الهدافين مع محمد صلاح، اللاعب الكون اغويرو الارجنتيني بيرجع لمستوى باتريك جديد للاسبوع الثاني على التوالي. بيرجع السيتي بتصدر مع انه لاعب مباراه زياده عن ليفربول في الدوري، لكن برجع السيتي لمشوار الصدارة بحط ضغوطات كبيرة على ليفربول. ليفربول متوهج أيضا، وليفربول اللي ماشي كويس مع ساديو ماني ومحمد صلاح، لكن إنه برضو ليفربول هنا راح تلعب خبرة المدربين في كيفية السيطرة، كلوب أو غوارديولا في كيفية السيطرة على لعيبتي وعلى الفريقين اللي هم قاعدين بنفسه على الدوري، وخاصة مع رجوع اللي هي دوري ابطال اوروبا. اذا راح يصير عندك حمل زايد هون، راح يبين الدكه تفرق معك، دكتك الاحتياطيه تفرق، افكار المدربين وقدره توزيع اللاعبين على المباريات هاي والحمل الزايد. طبعا بصراحه اسطوره البريمير ليج، الاسم العائد بقوه، فتى الاحلام المدلل لمانشستر يونايتد في التسعينات، سولشاير، استاذ بصراحه استاذ، انا ما يعني اكثر من اقول عنه استاذ مش قادر، مدرب قلب كل الارقام، مدرب من 20 نقطه عن الرابع الى مركز رابع. تخيل انت لعب مباريات ولا خساره، مدرب بعطي يعني حلول. كنا نحكي اول ثلاث اربع مباريات انه الموضوع نفسي والموضوع فوره وحماس، لكن بين انه مش موضوع نفسي، صار لاعبين فوق ال 10 مباريات بدون خساره في البريمير ليج. مانشستر يونايتد بتقدم دروس في الدفاع ودروس في الطرق الهجومية، بوجبا الدفاعي مع مورينيو إلى بوجبا الهجومي مسجل الأهداف، بوجبا هو وراشفورد أكثر لاعبين مسجلين أهداف في مع بعد مورينيو مع سولشاير. فإذا قاعدين نحكي إحنا إنه في إشي تغير كثير، في خطط، في تكتيك، في دفاع قوي. نقطة مانشستر السيئة الوحيدة إنه ما في بديل لماتش، ماتش لاعب كبير بالعمر تقريبا، فبده راحة، فما بتلاقي لاعب عنده بديل إله. هيريرا بقدم مستوى كثير، جندي مجهول، بوسكيتس مانشستر يونايتد، هو أنا بعتبره من نظري بوسكيتس مانشستر يونايتد، هيريرا لاعب فذ. إذا مانشستر يونايتد عاد للواجهة للرابع، مركز الرابع. السيتي قادر إنه يكون بيقاتل أكثر من جبهة. ليفربول وحلم العودة للبريمير ليج من نهاية التسعينات، من بداية التسعينات ما شاف البريمير ليج. نقدر نقول هنا انه الدوري الانجليزي في حماس جديد بين ليفربول والسيتي وعوده مانشستر يونايتد والحصان الاسود المعروف توتنهام. بكون لهنا وصلت معاكم لنهايه حلقتنا، بتمنى تتابعونا على الفيسبوك وتعملوا لايك وشير للفيديوهات تبعاتنا، وما تنسوا كمان اشتراك في قناتنا على اليوتيوب. كنت معكم انا فراس قدومي من قناتكم برجع بعيد، وقناتكم وقناتي وقناة كل شخص برصيفه، رصيفه 24. الله يعطيكم العافيه، وبتمنى تكون وفقنا في نقل هذه الحلقه لكم.